وانا كنوقف قدامكم سيد رئيس الحكومه المحترم مره اخرى، كيحضرني واحد المثل المغربي دارج كيقول جلسني جلست خوك وحاسبني حساب عدوك، وهذا كنايه على الصدق في الكلام والمحبه اللي كنكنوا لكم. اختيار موضوع الامن الغذائي اليوم في السياق اللي كنعيشوه هو في اعتقادي اختيار غير موفق، لان عوض الامن الغذائي اصبح اليوم الحديث عن الغداء الامني. بمعنى كنا نخشى على بطوننا من الجوع، كنا كنخافوا على كرشنا من الجوع، واليوم نخشى على اوطاننا من تبعات الجوع. كما قال احد المفكرين، غادي تقول لي يلا يا ودي الخير موجود في السوق. طبعا ما غاديش نختلفوا، ولكن بغيتكم سيد رئيس الحكومه تردوا فقط المواطنين والمواطنات المعوزين المقهورين اللي كينزفوا الدم وكيغوتوا دموعهم نازله وما عندي ما ناكل وقهرنا الغلا. مواطنات شفناهم مغربيات كيتحدثوا على الغلا بشموخ وقوه وسحر الشخصيه المغربيه، وفجاه كينهاروا بالبكاء امام عدسات الكاميرات. طبعا كما تقول الحكمه، الكرش الجيعانه ما عندهاش الودن باش تسمع، والجوع لا ضمير له، وهذا هو الخطر. بالمقابل البطن الملآن لا يفهم بالجوع، الكرش شبعانه ما كتفهمش في الجوع، وهذا هو الأخطر. جدودنا تعرفوا بجيش المقاومة والتحرير، قوم المعمر من أجل الحرية، واليوم خلقنا جيل جديد، جيل المقاومة، ضحايا التحرير، تحرير المحروقات، جيل يقاوم الغلاء من أجل البقاء. التحرير اللي نجحنا فيه في جميع المستويات إلا في قطاع المحروقات، فكيف نفسر هذه الأطروحات لشعب يعيش الويلات؟ الحقد المجتمعي وصل لدرجة أن مواطن مغربي، وأكيد أنكم سمعتوه، كيغوت بغينا الجفاف نموتوا كلنا بحال الكسيبة، وهذا كلام خطير خصنا نوقفوا عليه. المغاربة عندهم يقين أن توزيع ثروات البلاد غير عادل، وأن الحكومة ما كتنتج الثروة، فقط توزع ما تبقى منها على المحظوظين والمقربين. كتوصفونا وتوصفنا بالمعارضة المريضة، ويمكن غادي نفاجئكم، هذا أول وصف كتوفقوا فيه، حيث بالصح مرضنا، والله تمرضنا، وحنا كنشوفوا خوتنا المغاربة كيتقطعوا وكيتهانوا تحت شماتة القفة وعوز الجيب وخيبة المائدة وترقب العائلة، وحناجرهم تصيح عاش الملك، بمعنى القوت الوحيد اللي بقى لهم هي الوطنية وحب الملك وحب تربة هذا البلد العزيز. بالمقابل أشنو قدمنا لهم لتقوية هذا الإحساس المواطن بعيد عن الوعود والتبريرات والطمأنينات؟ حالة هؤلاء المواطنين كتعكسها أيضا التقارير الأخيرة للمندوبية السامية للتخطيط. خلال خمس أشهر الأولى من هذه السنة وصل معدل الأسر اللي صرحات بالتدهور ديال المستوى المعيشي ديالها 85.3%، 85.3%، وهو أمر مقلق، وهذا الشيء ربما هو اللي كيدفع هاد المواطنين للبكاء في الأسواق أمام عدسات الكاميرات. بغيت أولا السيدات والسادة الوزراء، بغيت أولا نوضح قناعة سياسية عندنا. احنا ماشي ضد المعارضة، بالعكس، منذ اليوم الأول يعني ديال تشكيل ديال الحكومة كنا دائما حريصين أن تكون عندنا معارضة قوية كتماس الأدوار ديالها، وقمنا بعدة لقاءات تشاورية مع أحزاب المعارضة في البرلمان للإنصات لتصوراتهم والمقترحات ديالهم، وكنا كذلك حريصين على ممارسة ديال كل طرف للدور ديالو وفق يعني الأعراف الدستورية. وفي نفس الوقت واجهنا بكثير من الحزم التمييع والنقاش المبتذل والشعبوية وممارسة المعارضة بأسلوب يسيء لمكتسبات بلادنا. احنا وهذا غير موجه للمعارضة كلها، يعني كاين داخل طرف من المعارضه كاين اطراف، دونك حنا كنحاول يعني نتكلف سميتو. والسيد الامين العام البرلماني بعد شتو انتقل من الشعر الى التهييج، ولكن راه مسؤوليه. واش السي وزي، واش عارف انت بانك جيتي من بعد السي العنصر وبانك عندك حزب كبير قدو قداش؟ راه كبير هذاك الحزب ديال سميتو، راه مسؤوليه كبيره. يعني انه تاخذها بحال هذا الكلام ديال التهيج ديال المواطنين وهذا،
يعني باز باز. انا نقول لك باز، انا مسؤول وعندي مسؤوليه في الحزب، وكنعرف اش كنقول وكنعرف اش كنوزن، لانه وتكلم هو ما يصفقوش هو تكلم وجاوبناه هو دونك ودي دير اللي بغيتي وشوف دير اللي بغيتي وقول لي انتوما كتصنعوا دابا الفيك نيوز وتطلعوا وتقولوا للمواطنين وشديتوا ليستوار ديال الغازوال ديال روسيا ودتو منه قضيه. راه المغرب راه يمكن ليه يستهلك البرودوي ديال سمي ديال روسيا، ما عنده حتى اشكال. المغرب كان كيجيب لو شابون من عند روسيا، والمغرب لا كنت يقدر يجيب يعني الحبوب من روسيا ولا من اوكرانيا غادي يجيبهم. راه الاشكاليه فين كاينه؟ راه هي التمويل. واحد العدد ديال الابناك ما كيقدروش يحلوا لي زاكريتيف، راه ماشي اشكاليه ديال بحال هزيتي شي برودوي وخاطفوا وجيبوا لداخل البلاد، وتجي وتقول تقصي الحقائق واحد لافير قدا قداش واحد هذا باش وهنيتك بعد داك الشيء اللي كيتصحاب لك كاين راه ما كاينش تهنى في ماشي